في مدار أحكام الفقه الشرعية وصلنا إلى الصلاة التي هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، فإذا تشهد الإنسان الشهادتين دخل في الإسلام، وإذا لم يقم الصلاة بقي مسلما لكنه بعيد عن دينه بعد المشرقين. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والكتاب بمعنى الفريضة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. وهنا كتابا أي فريضة، موقوتة أي محددة بأوقات لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها. والآيات في شأن الصلاة آيات كثيرة جدا، وهي العبادة التي أمر بها الأنبياء أيضا من قبلنا، وقد أمر الله تعالى أنبياءه بها: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وآيات كثيرة. شأن الصلاة عظيم، وهي مقياس الإيمان والالتزام بشرعة الله كما أشرت يا أحبتي. لذلك نبتت نابتة سوء في عصرنا تدعي أنها من أهل الإسلام، وتدعي أنها تدعو إلى الله، وهم من يسمون بالدعاة الجدد. بعض هؤلاء يظهرون على الفضائيات، ولو بحثنا في حياتهم لوجدناهم لا يقيمون الصلاة، وهذه جريمة كبرى. أن لإنسان مسلم أن يدعي التزامه بالدين ثم لا يلتزم بأعظم فريضة فرضها الله، هذه مصيبة كبرى. أخرج الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. قال: من هؤلاء بيننا وبينهم؟ المنافقون. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأخرج الإمام مسلم أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك وبين الكفر ترك الصلاة. بما أننا قد بدأنا بحكم الصلاة فلا بد أن نذكر حكم تركها، وهذا الذي يصنعه أئمة كتب الفقه رحمه الله تعالى لما يبدأون بأحكام الصلاة يقدمون حكم تركها حتى ينبه من يقرأ وينبه من يسمع على خطورة هذا الأمر. هذه المسألة مهمة جدا، وبعض الناس الآن لما سيسمعها إذا كان لم يسمعها من قبل قد يستغرب. أقول هذا لأن بعض الإخوة قد سألني عن مثل هذا فيما مضى واستغرب أيضا. قلت: ألم تسمع بهذا من قبل؟ قال: ما سمع، بل إنه كاد يعترض على بعض أهل العلم لما سمع منه هذا الحكم. ما حكم ترك الصلاة؟ قدمنا بعض الآيات التي تأمر بها والأحاديث التي تشير إلى أهميتها وعظم تركها. لذلك استنبط أهل العلم من القرآن ومن الحديث حكم ترك الصلاة، فقال، قال جمهور أهل العلم: من تركها إنكارا لها أو جحودا لها أو استهزاء بها فقد كفر، وينطبق عليه الحديث الذي أشرنا إليه: من ترك الصلاة فقد كفر. قال أهل العلم: من هذا الذي تركها؟ أعيد: إنكارا لها. قال: إيش الإنكار؟ تقول له الصلاة، قال لك: من هي الصلاة؟ وين هي الصلاة موجودة؟ أنا قلبي طيب، يعني ما في صلاة؟ لا ما في صلاة، هذا كافر، مو مسلم، مو مسلم، كافر. طيب طيب، إنكارا أو جحودا، الجحود والإنكار متقاربان، أو استهزاء، أنت بتصلي؟ ليش في شيء اسمه صلاة؟ ويضحك، علامة تضحك؟ إيه أصلي، أصلي لله، تضحك علامة؟ إيش يعني؟ إيش عتساوي أنت؟ جميل، هذا والعياذ بالله أيضا كافر. وعلى هذا أشير وأؤكد، حمل أهل العلم حديث من ترك الصلاة فقد كفر، قالوا: من تركها إنكارا وجحودا
أو استهزاء. هذا القسم الأول. القسم الثاني، وهو هذا القسم الثاني يتعلق بأكثر تاركي الصلاة في عصرنا بل وعبر العصور، يقولون له من ترك الصلاة كسلا. تسأله في صلاة؟ نعم في صلاة. ليش لا تصلي؟ والله الله يهدينا، والله الله يغفر لنا إن شاء الله، بلكي إن شاء الله الله بعيننا. هذا تركها كسلا، يعني يؤكد. تسأله يوجد شيء اسمه فرض الصلاة؟ نعم يوجد، نعم يوجد. لماذا لا تصلي؟ أنا أصف اليوم. طيب هذا تارك الكسل، ما حكمه في الشرع؟ الأول كما أشرنا تركها كافر مطلقا، بالتالي عليه الأول اللي تركها إنكارا كافر مرتد، تجري عليه أحكام المرتدين، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. لكن للأسف نحن بيننا بين أبناء جلدتنا من المسلمين من هو منكر للصلاة بالمطلق ثم يؤتى به لنصلي عليه. أنا لا أعرف كل إنسان ولا غيري يعرف كل إنسان، ولسنا مطلوب وليس مطلوب منا أن نحاسب كل إنسان، لكن هذه جريمة يرتكبها أهله. قال بلكي الله بغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الذي يستهزئ بالصلاة، والصلاة نص عليها القرآن بصريح الكتاب في عشرات مئات الآيات، مشكلة. طيب من تركها كسلا، القسم الثاني. قال أكثر أهل العلم من تركها كسلا يقتل حدا لا كفرا. دائما منذ أن بدأنا بأحكام الفقه أحبتي قلت أمور الفقه تحتاج إلى تنبؤ ودقة وروية، ليست أمورا اعتباطية. من تركها كسلا يقتل بالقتل حدا لا كفرا، يعني لم يكفر. قال لك ليش عم نقتله؟ نقتله لأنه ارتكب جرم ترك الصلاة. من قتل رجلا عمدا ماذا نفعل به؟ نقتله. هل كفر بذلك؟ لا لم يكفر، لكنه ارتكب جريمة يستحق عليها ايش؟ القتل. تارك الصلاة كسلا عند جمهور اهل العلم جريمة يستحق تاركها القتل، لا كفرا، حدا. حدا عليه حد، ما هذا الحد؟ القتل عند اكثر اهل العلم. اقول هذا وانا الم الما شديدا لما صار اليه حال المسلمين اليوم. سأكمل في تفصيل الأحكام ولكن الأمر مؤلم. حال المسلمين أن فلنقل نصفهم تقريبا إذا لم نقل أكثر لا يصلي، لا الرجال ولا النساء ولا الشباب ولا البنات ولا الكبار ولا الصغار، ما يصلوا. بل تسمع بعض الناس تصلي، نعم، متى؟ يوم الجمعة. نعم 35 صلاة في الأسبوع تصلي يوم الجمعة؟ أنت يعني تقول تصلي كمان؟ أنت تصلي 35 صلاة؟ لو إنسان طلب منه فأتى بالامتحان من 35 بواحد ماذا نعطيه؟ راسب الذهب إلى البيت، لا ترجع إلى هنا أبدا. 35 صلاة في الأسبوع أصلي واحدة وأقول أصلي أيضا، أزعم أنني أصلي أي صلاة هذه؟ هذا إذا كان يصلي الجمعة. إذا من تركها كسلا لا يكفر لكنه يقتل حدا. يأتي به إمام المسلمين، قال من يقتله؟ أنا لا، إمام المسلمين حاكم المسلمين، فيأمره بالتوبة والإنابة، فإن أصر على الترك كسلا يقتل حدا لا كفرا. ما الذي يترتب بعد ذلك؟ يغسل، يكفن، يصلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين. القول الثاني لأهل العلم وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن تارك الصلاة ولو كسلا يقتل كفرا، فهو عنده مثل المنكر للصلاة. في مذهب الإمام أحمد رحمه الله يقتل تارك الصلاة كسلا كفرا مثل المنكر، يعني بالتالي هو كافر عنده والعياذ بالله، وحمل الأحاديث على ظاهرها، من ترك الصلاة فقد كفر، كفر خلص لأي سبب كان، وبالتالي عند الإمام أحمد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وقلت منذ قليل الأمر مؤلم، مؤلم،
يكاد الإنسان يخرج من بين جنبيه من شدة الألم. مسلمون لا يصلون، عجبا لهذا الذي يجري. القول الثالث من أقوال أهل العلم، قدمنا أن القول الأول هو القول للجمهور، القول الثاني للإمام أحمد، القول الثالث للإمام أبي حنيفة، أن تارك الصلاة كسلا، دائما أؤكد الآن كسلا، لا يقتل، وإنما يأتي به إمام المسلمين فيأمره بالصلاة، فإن صلى فبها ونعمة، وإن لم يصلي حبسه وضربه وأمره بالصلاة، فإن لم يصلي أبقاه في الحبس وضربه وذكره بالصلاة، فإن لم يبقى فإن لم يصلي خلده في الحبس، يعني حبس دائم إلى الموت، ويضرب حتى يصلي، لا يصلي يضرب ويبقى في الحبس حتى يموت. هذا شأن تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم. لذلك يا أحبتي، لكن قلت أنا كمسلم أرضى لزوجتي أن آتيها وأعاشرها وهي لا تصلي؟ أرضى لابني أن آتيه بمئات الآلاف والملايين من الأموال ثم هو لا يصلي؟ أرضى لابنتي أن أنفق عليها وهي لا تصلي؟ قال والله قلت لهم إذا قالوا لك بابا نحن مرضانين، قلت لهم جمعة الجين تكرم عينكم، شهر الجين معلش بمهمكم، تأخذهم الآن إلى الطبيب وإلى المشفى، أصابهم مرض في أجسادهم، الآن أصابهم مرض في قلوبهم، كيف ترضى عنهم؟ كيف تسكت عنهم؟ كيف تقبل أن يفعلوا أكبر الكبائر ترك الصلاة ثم أنت ساكن مهمل لهذا الموضوع؟ هذا الموضوع يحتاج إلى يعني تغير جذري فينا جميعا، أن نهم ونأمر ونشجع ونطلب بالصلاة، بأداء الصلاة. بالمقابل لسنا نحن كأفراد، وهذه مسألة مهمة، مكلفين أن نقيم الحدود، بمعنى عرفت واحد ما يصلي، ابني أو غريب، زوجتي أو غريبة، أن نقيم عليه حد القتل الذي أشرنا إليه، هذا من أحكام الإيمان. قال الآن في عصرنا لا يطبق هذا، لا في بلد ولا في باقي بلدان الإسلام، ما حد يطبق هذا، لا يوجد مثل هذا. فبالتالي أنا آتي كفرد أو أنت كفرد، إن كان هذا صار وحدث فإنه سيؤدي إلى انفلات تام. كل واحد بيقول أنا شفت ما بصليه وبقتل تاني، هذا لا يصح. الذي يقوم به إمام مسلم قال لم يقم وآثم والأمر في عنقه إلى يوم الدين. أي إنسان قصر وهو إمام للمسلمين بمعنى حاكم ولم يقم بتطبيق أحكام شريعة الله فهو آثم ومسؤول أمام الله تعالى مسؤولية كبرى في أي مكان وزمان. أما كفرد أكرر لا يحل لنا، هذا يسمى افتئات في الفقه وفي العلم. قال إيش الافتئات؟ يعني تعدي، يعني ما اختصاصيات، وإن كان الأمر جريمة ومنكر و لكن ليس اختصاصي أنا كفرد، تمام. طيب هذا بالنسبة لأحكام ترك الصلاة. بالمقابل نبدأ الآن نشرع في أحكام الصلاة، وأول ما يبدأ به أهل العلم أو بعض أهل العلم في عادتهم وبيان أوقات الصلاة، لكن بما أن الأمر سيتشعب سأكتفي اليوم بهذا الحكم ليبقى تأثيره قويا في أنفسنا، لعلنا نكون دعاة لأداء الصلاة بين أهلنا وأصحابنا. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا أمة مسلمة. الحمد لله رب العالمين.